عموما تعالوا بقى نقفل ملف منتخب مصر مؤقتا ونروح للنادي الاهلي اللي خلاص بقى هيدخل الاختبار الاهم في الموسم ده، وهو منافسات دوري ابطال افريقيا مرحله دور المجموعات اللي هنبتدي فيها ان شاء الله اول مبارياتنا يوم السبت اللي جاي بمواجهه ميدياما الغاني. خلونا افكر حضراتكم بالمجموعه اللي هنلعب فيها واللي بتضم انديه ميدياما من غانا، شباب لوزداد من الجزائر، ويانج افريكانز من تنزانيا. طبعا مش محتاج اقول لحضراتكم الى اي درجه بطوله دوري ابطال افريقيا يعني بتمثل معنى كبير قوي قوي للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وطبعا قبل كل جماهير النادي الاهلي، لان بطبيعه الحال احنا اصحاب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطوله، والاهم ان حامل يعني ان احنا حاملين لقب النسخه الاخيره المميزه جدا. لو تفتكروا كانت على حساب نادي الوداد المغربي، يعني واحد من اهم واكبر انديه القاره، فاكيد احنا مستنيين من النادي الاهلي كتير قوي في هذه البطوله تحديدا ان شاء الله. بص، لو هنتكلم شويه برضو عن يعني او سريعا عن المنافس بتاعنا، وده مهم جدا، انت اول مباراه او اول مباراه فريق ميدياما، لان هو انت بتتكلم برضو هو ممكن جدا يكون غير معروف للجمهور، يعني ميدياما هو اول مباراه لينا وممكن مش معروف شويه للجمهور المصري تحديدا، هو حديث العهد سميه بالمنافسات تحديدا كمان القاريه، لكن الواقع بيقول ان انت برضو عندك بطل الدوري اللي هو نقدر نقول برضو الموسم الماضي اللي هو سجل نسبة حضور كمان مميز جدا، وفاز ببطولة قبل النهاية كانت بأسبوعين تقريبا بفارق 5 نقاط لو أنا مش غلطانة، كان على صاحب المركز الثاني، أما في النسخة الحالية وبيحتل المركز كمان السادس بفارق هنا 5 نقاط عن المتصدر يعني اللي هي أدونا ستار. ممكن يكون منتخب مش مسمع بشكل كبير، ممكن يكون منتخب مش سايب اثر بشكل كبير، لكن برضو فكره ان هو يوصل لهذا المستوى وبرضو رانكينج مش بطال، وان كان برضو حديث العهد يا كريم، لكن تقدر تقول ان هو برضو منافس قوي، منافس مش سهل، مش منافس تقدر تضمن النقاط معاه. فلا، مهم جدا ان احنا برضو نتكلم عن ميدياما، لكن ان شاء الله نقدر، لان برضو هرجع اقول تاني منتخب مصر هذا العام او هذه النسخه اعتقد أعتقد أن الكل متوقع أو شايف أو لامس في اختلاف كبير جدا في الفنيات وفي الأداء وفي غيره. عفوا الأهلي، أنا آسفة جدا. فلا كريم، أنا متفائلة جدا بإذن الله، لأن معلش إحنا عمالين نتكلم عن منتخب مصر اتلخبط. الملفين دخلوا في بعض صحيح. فلا، النادي الأهلي الحمد لله، وإن كان في بعض برضو الأزمات في بعض الأوقات للأسف الشديد، لكن أنت بتعوض المباراة اللي بعدها، وده شفناه في أكتر من مباراة الفترة اللي فاتت وعلى مدار كمان الأسابيع اللي فاتت، ممكن نكون غير موفقين في مباراة ما، لكن بنقدر إن إحنا نعود مرة تانية ونعوض مرة تانية ونراضي الجماهير مرة تانية في المباراة اللي بعدها، وأعتقد ده المهم جدا، الكامباك اللي يكون كمان سريع ده اللي بيفرق كتير جدا مع الجماهير. فبالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي، لسه إحنا برضو بنقول ضربة البداية زي ما المنتخب لسه دلوقتي بنتكلم عن ضربة البداية، ولسه بداية التصفيات بتاعتنا والتأهل المونديال، والبدايه كانت الفترات اللي فاتت كمان ليست الافضل، احنا يمكن كنا للاسف الشديد الوضع عندنا ان احنا اول كام مباراه في التصفيات للمونديال بنخسرهم او بنتعادل فيهم، الوضع اختلف دلوقتي، فانا متفائله من الناحيه دي. على صعيد النادي الاهلي، النادي الاهلي الحمد لله ماشي برضه بخطوات جيده، وان كانت في بعض المباريات اللي كنا مقصرين فيها ما كانش نفس مستوى اللعيبه شايفينه، لكن بيرجعوا تاني كامباك بيبقى سريع، فهي دي النقطه كلها.